تسجيلات حرز الله هي الأفضل. تحية على برات طويل على برات وين الله حيهم. اي يا بيار 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 هلا يا ابن العبرة وخيولك عادية هلا يا ابن العبرة وخيولك عادية باسمك لارفع الراية والله طفلكن يا ابن العمراي لو بلغ سنتين سنه طفلكن يا ابن العمراي أي لو بلغ سنتين سنه سحب سيفه بوجهه رمى فرخ الأسد يا ابن راضن ما قلع سنه وما خلى بدمه ولا أنا عين عليك. أهلا وسهلا بكل الضيوف بسيب العبرة وأهل العبرة. أهلا وسهلا بالأهل والكريم. قالوا دخيلك يا نسيم الصبح بس روح تلاقيكم مع النزلين بس اهلا وسهلا بكل الضيوف باسم اهلنا وكرايبنا حبايبنا. نستقبل عريس الغالي. بدنا همه الاهل والكرايب بعد الصلاه. طيب بعد الصلاه اعطينا موال وبعد الصلاه نستقبل عريس ان شاء الله. كل يا رب. دقيقه يلا حلاوه وطيب يلتا كل من تمرنا نحن نسمع كلامك يا ابو محمد ابراهيم انت مرنا على تسجيلات حرز الله. حلاوة وطيب يلتا كل من تمرنا نحن نسمع كلامك يا ابن الرمل يا ابن راغب يا ابن العبرة انت مرنا تميل الأمة تميل الأمة كلها يا أبو صقر، من قهوتنا يا قهوة وهيل أبو صقر يا جماعة نصحى. قالوا يسعد مساكم يا حبايب قلبنا، يسعد مساكم يا حبايب قلبنا، يسعد مساكم يا حبايب قلبنا، يسعد مساكم دمع العين على الخدين يرسال، قالوا يا دمع العين على الخدين يرسال علي يا عشير العمر مرسال. والله كتبت لك يا ابن العبرة بدمع العين من رسالة، هجرني وطالع علي الغياي